لا، محدش هياخد قوتي الخارقة، انا ما صدقت اكون بطل خارق. لا، اوه، ايه ده؟ اوه، ايه الحلم الغريب اللي انا حلمته ده؟ انا حلمت ان انا بطل خارق. خليني اعدي على حركات ابن خالتي ثانية واحدة اشوفه. ايه ده؟ ده شكله لسه نايم، البيت بتاعه هناك اهو. خليني اروح له بسرعة. وي يا سلام، خليني اروح لحركات، حركات، حركة متحركة. وبقى مش هيصحى. حركات ابن خالتي برضو لسه نايم. حركات، لا ارجوك ارجوك، انا ما شدات اكون بطل خارق. ايه تقتلني؟ خلاص خلاص، خد بدلتي وسيبني ارجوك. ياخد بدلته ويسيبك؟ انت يا نوب. يا ابو علي، حلم غريب، انا حلمت ان انا بطل خارق. يا لهوي، يا ريتك ما صحيتني. انت عارف يا حركات، انا كمان حلمت نفس الحلم، حلمت ان انا بطل خارق. لا، انت بتقلدني ولا ايه؟ اقلدك ايه يا ابني؟ انا حلمت برضو ان انا بطل خارق، ده معناه ايه يا حركات؟ معناه ان انت بتقلدني، بتحلم زي ليه؟ يا ابني وانا بحلم بمزاجي يا ابني، انا حلمت ان انا بطل خارق، ده حاجة يعني لا ارادية، غصب عني. لا طبعا، انت بتقلدني يا ابني. اقلدك في حلم؟ انت نوب نوب. يلا بينا بقى دلوقتي واحنا واخدين الاجازة عشان نقعد في البيت. طيب طيب. انا هشتري كل ايه ده؟ الفلوس بسرعة. لا، اظن يا ابو علي ان احنا جينا في وقت غير مناسب. اي حركات يا جبان، واحنا اللي كنا بنحلم ان احنا ابطال خارقين، وانت المفروض تكون بطل خارق. هي دي اخلاق البطل الخارق يا حركات، امال كنت بتحلم ان انت خارق ليه بس؟ وانا عشان اكون بطل خارق لازم ادافع على الناس ولا ايه؟ اعمل له ايه طيب الحرامي ده؟ اول لازم نضربه يا حركات وندافع على عمه اللي جوه ده، امال هنسيبه؟ لا، وافرض الحرامي ده رابني. انت نوب نوب. انا هدخل اتسحب واضربه. خلينا ندخل بسرعة، أرجوك أرجوك، أنا معيش أي فلوس. الفلوس اللي معاك بسرعة، يلا مش فاضيلك. امسك. قضيت عليه، قضيت عليه. أنت نقصت حياتي، كان عاوز يسرقني. لا، الحرامي اتضرب بسرعة، والله ما هسيبك يا حرامي، هكسر راسه. لا العفو يا عمو، على ايه؟ امسك يا حرامي. ايه ده؟ حركات يا جبان، جاي بعد ما الحرامي اتضرب؟ انا هديله على راسه يا ابو علي. امسك. مش قادر اتنفس، يا المقشه معفنه في اضراب. احسن امسك، ده انا هكسر راسك بالمقشه. امسك، هكنسلك وشك كده اول. خلاص يا ابني خلاص، سيبه هيموت، انا هتصل بالشرطه. خلاص يا حركات، تعالى بقى نشتري الحاجة اللي احنا كنا هنجيبها. هو عمو هيتصل بالشرطة اصلا؟ بص يا حركات بقى، انا بصفتي انا بحب الشيبسي، هجيب شيبسي كتير. ياس ياس، انا بموت في حاجة اسمها شيبسي. لا انا مش هشتري شيبسي بالشطة، انا خلاص بقى جوري حرقني من الشطة. انا هشتري بقى ايه؟ ايوان، هشتري بشاشة. الو الشرطة، الحرامي كان بيسرقني. الشرطة، خلينا اجري بسرعة. هرب يا حضرة الضابط. الشيبسي ده طعمه حلو قوي يا حركات، خلاص اشتريت اللي انت عاوزه. ايوه اشتريت، اشتريت مصاصة بفياوية. طيب طيب، انا بص يا حركات، اشتريت كام كيس شيبسي؟ اشتريت 50 كيس شيبسي. اوه ماي جاد، ده اكل كل الكمية دي. وانا كمان يا ابو علي ما اشتريتش مصاصة واحدة بفياوية، اشتريت 50 مشاشة بفياويات كل يوم. واو، احنا اشترينا حركات كميات كبيرة. يلا بينا بقى نروح نحاسب بسرعة. عمو عمو، الحساب بتاعنا كام؟ حسابكم 70 جنيه. بس 70 جنيه بس؟ يلا حركات ادفع بقى بسرعة. فين يا ابني الفلوس؟ قال لك ادفع وما دفعتش حاجة، الفلوس فين؟ بقول لك ايه يا عمو، مش انت الحرامي كان هيسرق منك فلوس واحنا اللي نقصناك؟ خلاص بقى، دي هدية، انا شريت مصاصات بفياويات، وابن خالتي اشترى شيبسي بالشطة. باي. ايه اللي بيحصل ده؟ هو انا يا اما اتسرق يا اما ياخدوا حاجات ببلاش. اوه ماي جاد، الراجل اغمى عليه حركات وقع على الارض، هو ايه اللي حصل له؟ لا اصل انا بص ايه، اديته فلوس كتير قوي وسبت له بقشيش، فهو من كتر الفلوس اللي انا اديتها له كده اهوت ما استوعبش بقى، خد كمية فلوس كتير، قلت له خليها ليك انت بقى، فما صدقش فاغمى عليه. يلا بينا. اديته فلوس كتير، انا ما شفتوش بيديله اي فلوس على اللوايه، الواد ده بيكذب ولا ايه؟ اكتبوا لي تحت، يلا بينا نمشي. هو الواد شوكه اتاخر كده ليه؟
المفروض كان يسرق السوبر ماركت ويجي. معلم يا معلم بصلة. ايه ده شوكة؟ فين الفلوس؟ اوعى تقول ان انت ما سرقتش السوبر ماركت يا معلم بصلة. في اتنين ضربوني في السوبر ماركت يا معلم، وانا كنت خلاص هسرق الراجل، بس انا برضو ايه راقبتهم وعرفت عنوانهم عشان ينتقم منهم انا وانت. اللي انت بتقوله ده شوكة؟ اتنين ضربوك؟ ما عرفوش ان انت شغال هنا مع المعلم باصلة ذات نفسه. انا المعلم باصلة، اكبر حرامي واخطر مجرم في المدينة. يلا شوكة تعال وريني العنوان بتاعه عشان انتقم منهم واشوف مين اللي ضرب شوكة اللي شغال مع المعلم باصلة. يلا بينا. حاضر يا معلم، لازم ننتقم منهم. الشيبسي طعمه حلو قوي، وبشاشه بفياوي دي طعمها حلو قوي. هو اخر كيس حركات موجود معايا دلوقتي، انا اكلت كرتونه الشيبسي كلها. او ماي جاد، يلا اخر كيس. ايه ده البشاشه خلصت؟ خلينا نطلع اخر واحده. اكلت بشاشه بفياوي يا كيو، اخر بشاشه. وانا كمان اخر. ايه ده او ماي جاد، القوة الخارقة اللي في ايدي دي. هو ايه اللي حصل؟ ايه ده انت اتحولت كده ليه يا ابو علي؟ انت بقيت شبسايا. اوه ماي جاد، شبسايا؟ شبسايا ايه يا ابني؟ اوه ماي جاد، هو ده معناه ان انا شبسي مان؟ لا، هو انا دلوقتي بقيت مشاشة مان؟ يا نهار احوش، ما كنتش عايز اكون مشاشة مان. ايه يا ابني في ايه بس زعلان كده ليه؟ امال كنت عاوز تكون ايه؟ مصاصه وومن ولا ايه؟ مصاصه وومن؟ ايه مصاصه وومن دي؟ هي اقوى من مصاصه مان؟ لا انا ممكن امشي في الشارع دلوقتي اي حد ياخدني ياكلني يفتكرني مصاصه بفياوية. تصدق انت بتتكلم صحيح؟ يعني انا ممكن اي حد يشوفني انا كمان يفتكرني كالشيبسي وياكلني؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. اسكت، احنا ناس بشر عاديين، بس انا دلوقتي بقت معايا قوة الشيبسي وانت معاك قوة المصاصة. ايوه برضو، يعني انا لما حرامي يطلعلي اعمله ايه برضو؟ اكون مصاصة هيموت؟ مش عارف بقى استخدم قوتك. يلا روح انت اقعد في بيتك دلوقتي، وانا اقعد هنا لوحدي افكر اشوف قوة الخارقة ازاي استخدمها. امشي. يا نهار احوش، يعني انا يوم ما اكون بطل خارق اتحول مصاصة؟ يا لهوي، اطلع مصاصة واضرب الناس. طيب حركات معاها. وانا برضو مش عارف قوتي لحد دلوقتي، انا لازم اعرف كل قوتي واشوف استخدمها ازاي. خليني اطلع بسرعة افكر مع نفسي. يا نهار احوش يا لهوي، يعني انا الفيلم اللي اتحول فيه بطل خارق اكون مصاصة؟ يا لهوي مصاصة، طب اعمل ايه بمصاصة؟ طيب اضرب الناس ازاي دلوقتي؟ هقول لهم مصاصة بفياوية. اهو يا معلم، هو ايه ده القوة اللي عنده دي؟ ايه ده يا واد يا شوكة، ده طلع عنده قوة خارقة. ايوه انا معلم، بس الولد التاني اللي ضربني ما كانش عنده قوة خارقة. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ ده احسن خبر في حياتي، الولد ده بطل خارق. انت عارف الولد ده لو احنا خطفناه هنكون ايه؟ هنكون اغنية. يلا بينا يا شوكة نخطفه بسرعة. ماشي يا معلم، يلا بينا. يلا لازم انتقم. يا نهار احوش مصاصة مان. طب انا طيب اتحولت دلوقتي بطل خارق مصاصة مان، لو طلع لي حرامي ولا لو عاوز استخدم قوتي احدف مصاصة ولا اعمل ايه؟ طيب انزلوا يا علوية اكتبولي في الكومنتات استخدم قوة المصاصة ازاي مصاصة مان. يلا شوكة. حاضر يا معلم، هتلاقيه طلع فوق. يلا بينا. انا مش عارف ازاي استخدم القوة والله. يا لهوي بقى، مصاصة مان؟ مصاصة مين اللي بينادي عليا؟ يا لهوي. لا، هو انتوا مين يا رجالة؟ لو انتوا محتاجين مصاصة ببلاش انا عندي مصاصة بفياويات كلها هتعجبكوا على فكرة. انتوا مين؟ عمرك قبل كده يا شوكة شفت مصاصة خارقة؟ اهو مصاصة خارقة اهو.
لا انا عاوزك انت يا مصاصة، هاكلك انت، طعمك عاجبني. ايه ده تاكل؟ انا ارجوك لا، انا مصاصة بالفياولة والفياولة بايظة، ما تاكلنيش. لا انا عاوزك انت يا مصاصة، تعالى. انا مصاصة تعبي وحش. شوكة هات المصاصة الخارقة بسرعة ويلا بينا نمشي. حاضر يا معلم. او ماي جاد يا علوية، انا دلوقتي شيبسي مان. يس يس، مكتوب على التيشيرت بتاعي سبايسي زي اللي مكتوب على الشيبسي بالظبط، بس انا لازم دلوقتي اعرف ازاي استخدم قوتي. يس يس، قوة شيبسي مان، اكتبوا لي في الكومنتات يا علوية ازاي استخدم قوة الشيبسي. معقولة لما يطلع لي اي حد اكون عاوز اضربه اكل شيبسي يعني، ولا اعمل ايه؟ مش عارف بصراحة اعمل ايه يا زحلقتي المفضلة. او ماي جاد. اوه ايه ده؟ واو، القوة الخارقة اللي في ايدي دي، انا اول ما تعرضت للضرب وقعت على طول، قوة الخارقة طلعت. يا سلام، يا سلام، طلع عندي فعلا قوة خارقة. دلوقتي لازم اقول لحركات ابن خالتي ان احنا قوتنا موجودة ولازم نستخدمها. انا قوة الشيبسي بالشيبسي الاحمر المشطشط. يس يس، وحركات اكيد عنده قوة المصاصة بالفراولة، مش عارف هتكون قوته ايه بالظبط، فلازم اقول له بسرعة ويخلينا اروح له. حركات حركات يا حركة متحركة، حركات، خليني ادخل بسرعة علوية. حركات ابن خالتي. حركات، اكيد في الحمام. حركات حركات. مش في الحمام برضو. او ماي جاد، حركات. ايه ده يا علوية، هو حركات راح فين؟ معقولة حركات النوب خد البدلة بتاعته وراح يضرب الناس في المدينة؟ اكيد حركات خد البدلة عشان يأذي الناس في المدينة، انا عارف، عشان هو مش بيكون بطل خارق في الافلام وما صدق انه يكون بطل خارق في الفيلم ده، عشان كده اكيد استغل بدلته وراح يضرب الناس في المدينة. اكيد اكتبوا لي دلوقتي حركات بيعمل ايه بالبدلة، مع ان انا عارف كل حاجة وعارف ان حركات بيفتري دلوقتي على الناس وعمال يضربهم ضرب. اعترف. خلاص ارجوك، عمال عمال تضربني من الصبح ليه؟ يا لهوي، انا ضربت ضرب يا جدعان. انت مصاصة الولد التاني اللي ضرب شوكة اللي شغال معايا، الولد ده يبقى مين؟ اعترف قول. لا، هو انتوا جايبيني هنا عشان كده؟ هو بتقول من الصبح يا معلم بصلة. بص يا معلم بصلة، الولد ده هو يبقى معلم لخالتي وموجود في البيت اللي كان في وش ده على طول، روحوا هناك هتلاقوه. انا اللي هروح له، احنا اللي خاطفينك يا حبيبي، اديني نمرته، لازم يتضرب وتعرفوا بعد كده ان المعلم بصلة ما يتلعبش معاه. اديني نمرة ابن خالتك، يلا قول الرقم. قول المعلم الرقم، قول يلا. طيب يا معلم اكتب عندك زيرو. ايوان كتبت زيرو، ايه اللي بعد الزيرو؟ يلا رد على المعلم بصلة. طيب حاضر يا شوكة. زيرو زيرو. بص يا معلم انا مش فاكر، هو انت كمل بقى لوحدك. انت بتهزر معايا، زيرو كام؟ زيرو 18 ولا 14 ولا كام؟ قول. المعلم بصلة ما يتلعبش معاه ابدا. ايوان افتكرت يا معلم، الرقم زيرو بصلة. انت بتهزر. او ماي جاد يا علوية، او ماي جاد، انا عشان كده مش بخلي حركات بطل خارق في الافلام، عشان على طول هيضرب الناس وهيفتري عليهم، انا عارف. هو فين حركات دلوقتي؟ الموبايل بتاعي بيرن ثانية واحدة. ايه ده؟ رقم غريب. الو الو ابو علي، العادي يا ابو علي، انا اتخطفت، مصاصة مان اتخطف. مين اللي خطفك يا حركات؟ اللي خطفني هو. انت كان اسمك ايه يا معلم؟ معلم اسمك كان ايه؟ اسمي المعلم بصلة. ماشي يا بصلة. الو يا ابو علي، انا اتخطفت، مصاصة مان اتخطف. يا ابني مين اللي خطفك يا ابني؟ اللي خطفني بصلة مان. بصلة مان، ده بطل خارق جديد ده ولا ايه في السوق؟ ايه ده؟ لا مش خارق، اللي خطفني بصلة مان. ايه ده يا معلم؟ هو انت الفترة اللي فاتت دي كلها اسمك بصلة مان مش المعلم بصلة؟ بصلة مان ايه بس، انت كمان بتصدق اي حاجة. انت واد هات الموبايل. ايه طيب يا معلم، بصلة مان عاوز يكلمك، خد يا بصلة.
ايه ده؟ بصلة من مين يا ابني؟ الو، بص يا حبيبي، انتوا ضربتوا الولد اللي شغال معايا مع المعلم بصلة، والمفروض دلوقتي هديك عنوان تجيل عليه وتجيب لي شنطة فلوس، ولو ما عملتش كده هموت لك صاحبك مصاصة مان. باي. الو، او ماي جاد، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هو انا لازم اجيب له شنطة فلوس يا اما؟ بس انا مش لازم اجيب شنطة فلوس، عشان انا اصلا بطل خارق، وبصل مان ده ما يعرفش ان انا خارق، ولو رحت هناك هضربهم بقوتي. يس، مش لازم اجيب شنطة فلوس، واروح اقضي عليهم بسرعة وانكس حركات بسرعة. بس قبل ما اروح يا علوية، مش لازم اروح بقوتي الخارقة. يس، لازم اروح وانا عادي عشان ما يعرفوش ان انا بطل خارق. اتحولت دلوقتي لابو علي العادي. يا سلام، خليني اروح اركز حركات بسرعه. هو ده المكان اللي قال عليه في التليفون. المكان الغريب العجيب ده، خلينا ننزل لهم بسرعه. ايوان من هنا. دول خاطفينه في مكان سري. ايه ده، مصاصه مان. هتتحرك، المعلم بصل هيموتك. ايه ده يا ابو علي؟ شفت؟ ايه ده؟ انت فين البدله اللي كانت معاك يا ابو علي؟ النور فين؟ بس يا حركات، يخرب بيتك، مش عاوزهم يعرفوا ان انا بطل خارق. اسكت. يا ابو علي، انت كان اسمك ايه؟ كان اسمه ايه بس يا ابو علي؟ فين النور اللي كان في ايدك؟ قوتك الخارقه راحت فين؟ يا لهوي، احنا روحنا بداية. يا حركات اسكت. ايه ده؟ هو انت قصدك ان ده كمان بطل خارق؟ ايه ده؟ هو صاحبك ده بطل خارج برضو؟ انتوا عاملين علينا مؤامرة كده يا علوية. مفيش قدامي غير حل واحد، لازم اتحول شيبسي مان. اتحولت دلوقتي شيبسي مان. ايه ده؟ انت بطل خارج ولا ايه؟ ايوان يا معلم بصلة، انا بطل خارج وانا شيبسي مان، وهقضي عليكو. امسك. اوعى تتحرك. ايه طيب خلاص. بص امسك. يس، قضيت عليهم يا حركات. يا سلام عليك يا ابو علي يا ابن خالتي، يا شيبسي مان يا خارق. بس انا زعلان منك، انت مديني بدلة مصاصة مان ومش بتضرب. يا ابني، ما انا كمان بدلتي ما كانتش بتضرب، بس استكشفت قوتي الخارقة واظهرتها اخيرا ودفعت عنك ونقصتك. انت كمان يا حركات اكيد عندك قوة خارقة، ولازم تحاول ان انت تخرجها. ايه ده؟ قصدك ان انا جوايا قوة خارقة ومش عارفة اطلعها؟ ايوان يا حركات اكيد. لا، هو انت قصدك يا معالي ان انا مصاصة مان عندي قوة خارقة؟ ازاي؟ انا مش مصدق، انا والله ما مصدق. ايه ده؟ يا حركات، استنى حركات، مش قادر اتكلم. يا لهوي، طلع عندي قوة خارقة. يا معالي، ايه رأيك في قوتي؟ حركات، مش قادر اتكلم. حركات، لا، مش قادر تتكلم ليه؟ قوتي احسن من قوتك. انا الاقوى، ايه رايك في قوتي؟ ابو علي، لا، هو ابو علي ابن خالتي مات لي يا علوية. انزلوا اكتبولي في الكومنتات كده، ابو علي مات لي. ابو علي، ايه رايك في قوتي؟ يلا اكتبولي في الكومنتات قوة مصاصة مان الأقوى ولا شيبسي مان. وما تنسوش أبو علي مات ليه، واعملوا لايك للفيديو دهون واشتركوا في القناة.